حتشر. السلام عليكم يا اصحابي، اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم اخوكم نورمان. النهارده يا جدعان الحلقه دي هتتوثق كده في اليوتيوب يا جدعان، وفي ناس كتير قوي لازم تشوف الفيديو ده، وعلشان ناس كتير تشوف الفيديو ده يا جدعان لازم تدعموه بلايك وتدعموا قد ايه المجهود اللي انا عامله، لان النهارده اكبر مواجهه ما بين احمد جيمنج وبوند، ودي اكتر حاجه جات لي في الكومنتات يا جدعان. احمد جيمنج وبوند، بص يا جدعان النهارده مواجهه اسطوريه، فانا عايزكم بقى تقيموا انا احسن 5 دقايق، كل واحد هياخد فرصته 5 دقايق، بوند هياخد 5 دقايق في الفيديو، واحمد جيمنج هياخد 5 دقايق، وحرفيا الخمس دقايق من اقوى 5 دقايق، كل الاسلحه لقطات اوم كوكات ما بين اللعيبه الاثنين، وانتوا يا جدعان قرروا مين اللي هيكسب، وبعد كده هنعمل بطوله ثانيه ونشوف مين اللي هيكمل معانا في الحلقات الجايه، ولعيبه جديده وناس محترفين لقطات اسطوريه. بعد اذنكم يا جدعان دعم للفيديو ده يا جدعان، او يعني عبروا لي قد ايه انتوا بتحبونا يا جدعان. بعد اذنكم عايزين نوصل الفيديو ده 1500، مش كتير 1500 لايك مش كتير والله العظيم. وبعد اذنكم يا جدعان اللي مش مشترك اشترك، فعل الجرس اشترك، فعل الجرس تاني، ويلا بينا على الفيديو. اوكي يا جدعان نبدا باللاعب المرعب بوند. يا عيني على الدخله بتاعت بوند يا جدعان، لو ايه رايكم في المونتاج يا جدعان؟ طيب اول لقطه كده يعني صاحبنا ده، بصوا يعني بص ده التجهيز للقطه، ملك الكوكات يا جدعان، ما شفت ازاي وبيعمل كوكات، بصوا ملك الكوكات حرفيا، هتلاحظ كام كويك دلوقتي بيعملوا صداع يا جدعان والله، ده غير الاداء بتاعه في الفايتات القريبه يا جدعان، بس انا ما شفتش له فايتات قريبه كتير، بس خلينا متفقين ان هو لاعب مجنون يا جدعان. حلو، عايز اقول لكم على حاجه برضو، ان هو اداؤه بالام 7 جوده واداء وتوفير، جوده واداء وتوفير في الرصاص. حلو، انا لحد الان يا جدعان يعني شايف اداؤه في الام 7 يعني معظم اللقطات ام 7 ومعاه الام، ما بشوفش معاه الام 4 كتير. حلو، عايز اقول لكم برضه معلومه عن اللاعب بوند ده يا جدعان، ان هو حساسيه بتاعته من النوع القليل جدا، يعني من النوع اللي بيمشي الماوس على اخر الباده علشان خاطر يقيم صح، دي حاجه انا يعني انا ما احبهاش بصراحه، انا الحساسيه بتاعتي عاليه يا جدعان، ويعني انا متعود عليها فاهمين، بس اللي هو الحساسيه بتاعته صعبه، انا ما اعرفش ما اتعودش عليها، يعني ان انا احرك الماوس مسافه بعيده جدا عشان خاطر اقيم ما تجيش معايا بصراحه يا جدعان. لحد الان يا جدعان المواجهه جامده جدا خصوصا في الكوكات، ام 24 او اوم او اي حاجه، يعني اللهم صل على النبي يا جدعان الاداء قوي جدا، انا شايف ان دي هتبقى اقوى منافسه ما بينه وما بين احمد جيمي. بتروع عليا يا صاحبي باللايك كده يا جدعان، يعني يا جدعان حرفيا انا بتعب في الفيديوهات دي وبجمع عشان اجمع لكم اللقطات دي. بص يا صاحبي الكوكات العظمه يا صاحبي، انا بخليك تتمزج باللقطات، شوف معظمها هيد شوت وعلامه حمراء، خلاص موثقه في تاريخ وسجلات كلات بابجي، اللهم صل على النبي. انا اللي عاجبني بس يا جدعان ان هو الحساسيه بتاعته قليله، انا لو وريتك فيس كام لو يا جدعان، لو وريتك وهو بيلعب هتلاقي ايده بيرعش كده وهو بيلعب فظيع، بس يا جدعان البنج بتاعه متراوح ما بين 60 40 كده زي البنج بتاع مصر يا جدعان. حلو قوي، فايتات المطار مختلطه مع فايتات بوشينكي، وانتوا اللي هتحكموا يا جدعان، انا مش هحكم، بس الموضوع باين، الموضوع باين، بس انا ما ينفعش اقول رايي لان رايكم انتوا اللي مهم يا جدعان والله العظيم. حلو قوي، شايفين الصياعه وقله الادب، شايفين الصياعه، شفتوا اسرع من كده، شفتوا اسرع من كده، عبود نفسه ما يعرفش يعمل الكوكات دي. حلو، في صياح وفي اداء وفي يعني معظم الحاجات بشوف بيلعب دو سموز 90 فريم، لاعب محاكي مجنون يا جدعان. حلو،
على فكره في حد قال في الكومنتات هات بوند وانت طنشتني ومش عارف ايه، وقلت لك لا والله ما انا يعني انا مش بطنشك يا صاحبي، انا كله في وقته اظبطك. حلو، شايفين قد ايه المواقف صعبه يا جدعان، وبحاول يعمل لقطه في وسط الموضوع ده يدل على ان هو حافظ كل سنتي في الخريطه، حافظ كل التوقعات، مالك التنبؤات، رزع وهبد يا جدعان بالسنايبر مش طبيعي. يستحق لقب الاحتراف يا جدعان. بص اللقطة دي بس للأسف جدعان، وانا بجيبها كان في حد بعت ستارز له في البث، فما كان مش باينة قوي. السنايبر بتاعه مش طبيعي، ونفسي اشوفه بيلعب بدبل، يعني نفسي اشوفه بيلعب بدبل اوم او كده. شوف يا صاحبي الطلقة هي عارفة هي راحة فين، فهو ما بيضيعش وقت، خلاص قيمت عليك يبقى انا هجيبك. عاش جدا، 5 دقايق بتوع بوند خلصوا، يلا يختمها بسكوات كامل. 5 دقايق ممتعين جدا من بوند يا جدعان، والله العظيم يستحق لقب محترف. حلو قوي، خش بقى على الاسطوري احمد جيمي الذكي ده، لاعب ذكي ملك الخطط في اللعبة يا عيني. طيب مبدئيا كده حماس كده، خطة جميلة جدا بيبتديها بكمين على الجسر، بلع تيم كامل يا جدعان. طب قلت لكم ان هو ما بيجيبش سكن بتاع القنبلة علشان خاطر، لا هو بيلعب بسكن الهالوين سالم الزهرة يا جدعان. دي فزعة اللي ما يعرفش يا جدعان، دي فزعة، في واحد متنوك من التيم بتاعه فوق ومحبوس فقرر ان هو يفزع. التحدي ده يا جدعان كان بالاوزي، ان هو باين ما يمسكش اسلحة اي ار، بيلعب بالاوزي بس، شوت جون بس. لوبي ولك اداء بالام 7 نوسكوب يا جدعان، يعني سريع جدا وبيلعب ضد سكواد كامل. هي دي الحاويات بتاعت ال بتاعت الحاويات دي يا جدعان بتبقى رخمه جدا، كفرات و اكشن يا جدعان، بوم تي بي اس. حلو 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 قوي، شايفين كمية الرجول اللي في الخريطة؟ عايزك صعب تركز كده يا صاحبي، في اكشن بيحصل ولازم نقيم صح. حلو، ده برضو كان تحدي برضو بيلعبوا بالاوزي وكده ما يمسكوش اي ار. بس يا جدعان عايز اقول لكم على حاجة، الاوزي ده سلاح فتاك من المسافات القريبة، يا نهار ابيض يا جدعان. ساعات بصراحة ببقى بلعب جيم بليات كده وبيجي معايا، يعني انا بعد كده يا جدعان اصور كل الجيم بليات لان انا بعمل لقطات وفي بموت، فاهمين؟ انا ليه مش عارف ليه عندي هوس ان انا ما اجيبش الجيم اللي انا الا الجيم البيرفكت، فاهمين؟ دي بتبقى حاجه صعبه يا جدعان. فانا بعد كده هنزل بقى سواء مت او كملت الجيم، بس بعمل جيم بليات جامده. انا ما بقارنش نفسي طبعا يا جدعان، بس كل واحد له اداء وكل لعب وكده. احنا بنلعب طبعا لهدف الهزار والضحك، الام كده يا جدعان جزار. حلو قوي، خطة من احمد جيمنج علشان خاطر يجيب، هو دلوقتي سولو يا جدعان، المفروض كان معانا كانوا معاه 2 بس. يا ابن الذين شوف 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 سولو، الموضوع صعب، تفجير والله بيفجر. لعبة يا جدعان، في لعبة والله العظيم، اقسم بالله احتراف. في ناس كتير على فكرة غير احمد جيمنج يعني لعب زي اللعبة، انا ناس ده لقيت كتير، ناس كتير ما حدش يعرفه، بس بصراحة يعني هو بيلعب كويس جدا، بس الناس هي اللي اختارت احمد جيمنج ان هو يكمل. حلو جدا،
شفتوا يا جدعان الفزعه دي؟ شفت الفزعه دي؟ نوك واحد وراح داخل لهم من نطت من العماره ودخل من الشباك وطمن ان صاحبه في ظهره، وبعد كده راح بشش عليهم في الاوضه. السلام عليكم. جمدان اقسم بالله. ايه ايطايا جروزه بقى يا جدعان عشان خاطر ايه؟ جبت لكم بقى لعبوا بالاوزي ولعبوا بكل حاجه، والمنافسه بصراحه قويه جدا يا جدعان. ولحد دلوقتي انا شايف بوند محترف في السنايبر سيكا وكوكاته ملهاش حل يا عيني. دي بس خلاط بيقطع يا عيني، بس ده متفق يا جدعان. لو خد طلقه من اي حد، ما قلت لكم والله العظيم لو خدت طلب من اي حد انتهى الموضوع. حلو، اعتقد دي نهايه الخمس دقائق بتوع احمد جيمنج، وانتوا بقى اللي هتحكموا يا جدعان مين اللي هيكمل معانا في الفيديو الجاي. ومش شرط يا جدعان عشان خاطر احمد جيمنج مثلا او بتحبوه، انا عارف ان انتوا بتحبوه كده، بس مش شرط عشان هو معروف ان انتوا يعني ان احنا نخليه في كل الفيديوهات. بس يا جدعان، ودي كانت نهايه احمد جيمنج معانا في الفيديو النهارده. شوفوا بقى انتوا يا جدعان، وانتوا اللي هتحكموا بصراحه، ويعني شوفوا مين اكتر حد هيكمل معانا. لو عايزين احمد جيمنج يكمل ماشي، لو عايزين بوند يكمل ماشي قصاد لعيبه تانيين، لو عايزين نجيب لعيبه تانيه ونشوف مين اللي هيواجه مثلا اللي هيفوز في الفيديو ده في الاخر، قشطه انا معاكم في اي حاجه. فاهلا وسهلا عليكم يا جدعان، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس يا جدعان، لان انا بتعب في الفيديوهات دي جدا. والسلام عليكم.